دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. إذا أقفر قلب الأرض من الأشواق وأجدب فكرها وروحها من الإيمان، أمسكت السماء عن التهطال وبخلت بالعطاء، كالبحر ليكن صدرك بالإيمان مترعى وبمحبة الإنسان مفعما، وللقلب الحزين مأوى وموئلا. كن كالذي قال: منامي علي حرام إذا ما التقيت بدمع جرى. أحسن إلى من أساء إليك، وبالذوق الرفيع قابل المفتقر إلى الذوق، فالأقداح بما فيها تنضح، وبعلو نفسك وسمو خلقك عامل فقراء السلوك والخلق. إذا تجوهر الإيمان في القلب انقلب إلى منجم حب ومحبة، فأنى لمعدن الكراهية أن ينجم فيه، فكما الشيطان في الكراهية مغمور، فأنت أيها المؤمن بالمحبة معجون. من كان قلبه بالحق تعالى موصولا، قل بربك كيف يكون حبل وده مع الناس مقطوعا، وكيف تغشاه وحدة أو تنفرد به وحشة. كلا والله، فربك سبحانه وتعالى مع الذين آمنوا واتقوا وهم محسنون. أيها الأحبة، أحببتم ومن مقالع محبتكم تبنون، ومن حنايا صدوركم تنشئون، تتعبون ولكنكم تبتسمون، وتعرقون ولكن عزاءكم أنكم تبنون، وعالم المحبة والنور تشيدون. السماء تحييكم وشمسها تناغيكم، ونجومها إليكم ترنو، وجباهكم تقبل. الجهل والغرور قرينان، والحكمة والفضيلة شقيقتان، فلا يأتي من الجهل إلا الغرور، ولا تأتي من الحكمة إلا الفضيلة. دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.